صباح الخير عليكم. هنقدم الورقة الثالثة المصرية الغالية الخمسة جنيه سنة 1899. دي صدرت في 10/1/1899 بعد 5 أيام من جنيه الجمالين، وهي شحيحة جدا وغالية. اسمها 5 جنيه الأهرامات. هي السعر بتاعها يبدأ من 100,000 جنيه وممكن يوصل لغاية 3/4 مليون جنيه. التوقيع بالمر فقط. الورقة دي مهمة وغالية، لو موجودة معاك أو موجودة حواليك تقدر تجيبها، بس تكون سليمة وأصلية. الورقة دي بتساوي من 100,000 جنيه ل3/4 مليون جنيه في حالة إنها تبقى أنصر، يعني حالة البنك. ودي العملة الثالثة اللي بقدمها لكم، وإن شاء الله بكرة نقدم العملة الرابعة.